السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصل أمر غريب في المقبرة، وجدت مجموعة من الشباب يصلون داخل مقبرة صلاة العصر، والصلاة هنا لا تصح. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام يقول والأرض كلها مسجد، يعني تسجد فيها وتصلي فيها، إلا المقبر والحمام، ما يجوز الصلاة بين القبور. يقول شيخ الإسلام تيمية حتى لا تكون ذريعة للشرك ولا يظن الظان أننا نسجد إلى قبر أو إلى ضريح، لا، سكر الباب، تصلي خارج المقبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان إذا مات الصالح فيهم اتخذوا على قبره مسجد، أولئك شر الناس عند الله عز وجل. فالصلاة داخل المقبر ما يجوز، تعيد الصلاة. فالشباب كانوا يصلون، قلت يا شباب قطعوا صلاتكم، قطعوا الصلاة والصلاة تكون خارج المقبرة. أما بعضهم قال طيب احنا ما صلينا العصر، يجوز نصلي معاكم الجنازة، وما صلينا العصر تصلي معنا الجنازة، صلاة الجنازة عادي، لكن فريضة فيها ركوع وسجود تكون خارج المقبرة.